ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا مصطفى الحمامصي جنرال لاب سيكشن. النهارده هنبدا ازاي؟ انا النهارده هبدا، يعني هل يا ترى هبدا من القرن العاشر والمتالق البيوكاسيس في وصف اول حاله اكتوبيك بريجنانسي، ولا هبدا من سنه 1883 لو سان تيل واول سيرجيكال انترفيرنس في اكتوبيك بريجنانسي، ولا هبدا من 1953 والمتالق سترومو في وصف اول كونزرفاتيف سيرجيكال سالبنجوتومي في عيان اكتوبيك، ولا هبدا من سنه 1973 شابورو اند ايديلار وعمل اول لاباروسكوبيك انترفينشن سنه 1973. أدر شابورو كان من أول الناس اللي عملوا لاباروسكوبيك سالبنجكتومي في حالة اكتوبيك بريجنانسي في 73، وكأن التاريخ في الاكتوبيك بريجنانسي يقف بجوار المصريين في 1953 في وصف أول كونزرفاتيف سالبنجوتومي، و 1973 في وصف أول حالة لاباروسكوبيك انترفنشن. ولا ابدا من اول ليله في النوم في العسل، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا دكتور كالاتي: في النورمال فيرتلايزيشن بيكونوا هنا السيمن اماونت في البوستيروفورنكس 500 مليون سبيرم بيروحوا يتحركوا اكوردنج السيرفايكال ميوكس لحد ما يوصلوا لفندق خمس نجوم عند الأمبولة. بقول خمسة لأن هو خمسة في خمسة، فعلاً الأمبولة خمسة في خمسة. في 40 دقيقة يكون واصل عند الأمبولة وحصل أوفيوليشن، والأوفم اللي واقفة عند البروفيس وفيرست مايوتيك ديفيجن بتتلقط بالفيمبريا بتاعت التيوب وتيجي عند الأمبولة في 25 دقيقة. بيبدأ الفيرتلايزيشن بكاباسيتايزيشن، السبيرم بيطلع هيالورونيك اسيد فيدوب الزونة باليوسيدا ويخترق الاوفم تاركا التيب بتاعه بره. فيرتلايزيشن يونيون اوف ماتيور جميت في الميل اند ماتيور جامات واوفري في الفيميل ليكونوا الزيجوت. الزيجوت 2 4 6 8 بيكونوا حاجة اسمها الموريولا. الموريولا بتنقسم وتكون 16 32 سيل بتسمى البلاستومير. بتقعد 3 ايام في الانبوبة وبعد كده تنزل في اليوترس. لما تنزل في اليوترس بتقعد ايضا 3 ايام. عند اليوم السابع بيحصل حاجة اسمها امبلانتيشن، فبيتكون الكوريونيك فيلاي برايمري وسكندري وتيرشري كوريونيك فيلاي، وهنا الاندوميتريوم اصبح سبيشال فاسكولارايزد بروجسترون افكتد اندوميتريوم يسمى الديسيدوا. يبدا الامبلانتيشن على اليوم السابع ويبدا التروفوبلاست والسنسيتيو تروفوبلاست، ويبدا يتكون البيتا اتش سي جي اللي بيزيد سيريالي كل 48 ساعة من 0.55 100 اب تو 1000. وات از اكتوبيك بريجننسي؟ اكتوبيك هو عبارة عن امبلانتيشن اوت سايد النورمال سايد اوف امبلانتيشن. اكتو يعني اوت سايد. ايه هو انواع الاكتوبيك؟ قبل ما اقول انواع الاكتوبيك ارجع لورا شوية، قبل ما اقول ايه هي انواع الاكتوبيك، الانسيدنس اوف اكتوبيك في اليو كي هو عباره عن 11 كل 1000 وومن. في مصر يعني اكتر طبعا من الكلام ده، وانتم اكيد في النساء عارفين الكلام ده هوت. كل يوم بتشوفوا لكم حاله قدام اكتوبيك. خلي بالك ان الاكتوبيك يمثل 7.5% اوف اول ماتيرنال ديسيز. في الاونه واخر 20 سنه قالوا الى 4 فولد، لان الموداليتي زادت التراسونيك واللابروسكوبي والبيتا اتش سي جي الاميونو اسي بقوا كويسين، فاصبحنا ان احنا بنشخص اندستربد وبنعالج، فعلشان كده الماتيرنال مورتاليتي قل فور فولد. فور فولد في اخر 20 سنه. خد بالك يا دكتور ان الاكتوبيك برضه الاونه الاخيره زادت
لثلاث امور. الامر الاولاني الاي في اف والاي ار تي والاندكشن اوف اوفيليشن اللي زاد قوي انديكيتد ونون انديكيتد طبعا. الحاجه الثانيه سيكشوال ترانسميتد ديزيز الامراض اللا اخلاقيه. رقم ثلاثه الاي يو سي دي. لازم تعرف ان الاي يو سي دي الامريكان بيسموه ريلاتيف ريسك، بيزيد 3-fold، بيزود الريسك اوف التوبيك 3-fold عن الاذر كونتراسيبتيف بيلز. وان الدوكسي ميدروكس بروجسترون اسيتيت اللي هي الدم الدمبه الحقنه دي الريسك بتاع التوبيك اقل من الميني بيل بس مش اكتر، بس اكتر من السي او سي. فده الحاجات اللي احنا بنقول عليها مهمه جدا. طيب بالنسبه بعد كده ليه ايه؟ اتفضل. بالنسبه بعد كده هنعمل هندي ايه؟ ايه هي انواع الاكتوبيك بريجننسي والاماكن بتاعتها؟ نفسنا نسجل من اول وجديد. انا مش عارف محمود عاوز